هيثم اهلا وسهلا. مرحبا بك، هالغيبه يا اخوي. والله كهو اخوي، استقلت منه اعلام العار هذا. ليش فما اخوي انت تستقيل؟ انا مريض، ايش قاعد للاعلام العار؟ والله لا غالب اخوي، ما كنتش موافق على الخط التحريري بصراحه، ما نكذبش عليك. اما ما يمنعش كانت لي تجربه ثريه ومفيده، وتعلمت منها برشا حاجات، خاصه كيفاش تحطم سياسي في 30 ثانيه. في الحكايه ذيك عندنا معلميه بصراحه. قادرين انسان يشدوه عزوزه وشدت سارق، الزلعه يجبدوها له حتى بعد 3 سنين. والاغرب انه ضعف اللغه مش موجود كان عند عامه الشعب، لكن زاد في صفوف النخبه، وشكون ما يتذكرش الحوار هذايا. كومون ديان فرونسي، راس مالي جبان. لو كابيتال اي لاش اي ديبورفو دو تو كوراج. راس مال اي جبان اتوديكسيون. يبغى كونكريتيزي لي غراند ريفورم دو سيكتور ريلاتيف على كاليتي دو برودوي، على ليكولمون et à la commercialisation au transport, au rôle des technologies de l'innovation, de l'information et à la communication dans le développement du secteur et au cadre institutionnel. Comme vous le sachez, le khalifa est francophobe. واحنا عملنا فيه عاد وقتها وقلنا لا مش معقول، ما عادش نسكتوا عليه الشيء هذا. لازمنا ناس مثقفين يطيروا طيران، وباختصار يلزمنا ناس تكنوكرات ويحكيوا لغات. وباش ما نكونوش متشائمين، فإنه حكومتنا الحالية تضم شخصيات مثقفة تتقن اللغات، وممكن تكون خطوة مشجعة لبقية الشعب. Je suis confiant en la capacité des Tunisiens de compter sur eux-mêmes, de travailler dur pour la réaliser. L'avenir, je le vois réellement très prometteur. Il nous reste encore un peu de labeur. Nous comptons sur nous-mêmes. الله أكبر. الإعلام التونسي أخيرا القالب خانس شغمون متاعو. ليه وقال لك حكومة كلها هكا؟ مستحيل تشد عليهم غلطة ولا زلعة ولا حتى توكويكة. يعني قادرين يمثلونا أحسن تمثيل في المحافل الدولية. لأن احنا اليوم عنا الدستور الجديد اللي احنا كلنا مختفرين بيه. يعني بداية عادة الاستقرار. مختفرين. ليه يا مدام سمحني؟ تنجموا تكونوا مفتخرين ولا محتفلين. اما مختفرين هذايا تحسها متاع خنيفري مش متاع تكنوقراط. وبربي انتوما الاعلام قعدتوا كان تنبروا وتتلكشوا على عليه تخليوا الحكومه تخدم، خليوا البلاد تنهض. رانا بلاد عظيمه، رانا بلاد 3000 سنه حضاره، بلاد قرطاج وعليسه وحنا بعل والحنايه. فاحنا تونس عندها تاريخ كبير ياسر، معناتها 3000 عام تاريخ، عندنا كرتاج، عندنا الاثار الروميه الكل. اثار شكون؟ اثار الروميه الكل. يا ربي سيدي واش عملت انا وليدي، ربيته بيدي وداتو بنت الروميه ولدي. هكا هو اقعدوا واسطحوا ونبروا وسايبوا البلاد نتاعكم ونساوا اللي به الفايده. وين قيم التسامح والتحابب والتعايش السلمي بين الحضارات؟ دونك سكي امبورطون كو ميساج سي كو الغريبة احنا نحبوها تنجح لانها مهمة لتونس، تقاليدنا مهمة لتونس. احنا سي ان بي توليرون، الدستور نتاعنا في ليبرتي دو كونسيونس. بالنسبة لنا ماذا بينا مش برك اليهود التونسيين يمشيوا، ولكن ماذا بينا التونسيين المسلمين، وماذا بينا زاد المسلمين والمسيحيين واليهود من البلاد من العالم الكل يجيو، لأنه الحج هو ديما مش على دين واحد، الحج هو يعني تسامح بين الديون وبين لي كورون دو سوسيتي. هاو الصواب، الحج هو فريضة للتسامح بين الديون. علاش المسلمين ما يحجوش للغريبة، والمسيحيين ما يحجوش للكعبة، واليهود ما يحجوش للفاتيكان؟ وفي سياق متصل يسعدنا إعلامكم بآخر منتجات مؤسسة كربولا للتسامح بين الديون. أولا عندكم الحلوف حلال مذبوح على الطريقة الإسلامية. ثانيا عندكم شهر السياحة الجنسية في الفاتيكان. وثالثا وأخيرا عندكم مهرجان الكثبان الإلكترونية في دورته الثانية تحت حائط المبكى. هاو التسامح ولا لوح، كنتوا تحلموا به الشيء ذا في عهد الترويكا؟ ونحب نحيي اليهود التوانسة ونتمنى لهم أعياد سعيدة في نهاية الميلاد، وأحيي كل اللي يحييوا الليلة في تونس أعياد الميلاد في هذه الليلة، وانتم تعرفوا هذه ليلة كبيرة بالنسبة للمسيحيين في كل العالم. يا حسرة، كانت مصعبها الدنيا وقتها، ذلوها عليها الراجل الحكاية ذي. توا كل شيء ولا يتعدى على قلوبنا كالعسل، وتجي تحكي مع الناس يقولوا لك
يقولوا لك على القليلة أهون من اللي قبلهم. بون هما أهون من اللي قبلهم على القليلة في أمور وهرة، خاطر هذي يا أخويا حكومة بوغوسيت، حكومة فاشن، حكومة سواق. هذاك علاش الإعلام الوطني يعمل لنا تغطية نموذجية على لبسة أميل كربول ولوك أميل كربول وابتسامة أميل كربول، وحتى كيفاش أميل كربول تحب المقالات اللي تحكي على أميل كربول. هاي داخل القصر، هاي خارج من القصر، هاي في بيت الفطور، هاي تاكل، هاي تمغف، هاي راكدة. أما ما نظلموش الزملاء، وزيرة السياحة عادي تعمل في الكوميونيكاسيون، طبيعي باش تولي بيبل. الخدمة الصحيحة كلها على رأس الحكومة. وفي هذا السياق المهنية شنو عطاتنا؟ مهدي جمعة ياكل في الفريكاسي، مهدي جمعة ياكل في المشوي، مهدي جمعة في المترو، مهدي جمعة على سقيه، مرت مهدي جمعة تاكل مع أميل كربول. أما ردوا بالكم، هذايا مع التكنوقراط اسمه كوميونيكاسيون، أما مع النهضة يولي اسمه شعبوية. والهنا الواحد يلزمه يطرح السؤال، شنو الفرق بين التفليم بسبحة والتفليم بسمارتفون؟ شنو الفرق بين لغة المدبية ولغة الكوتش؟ شنو الفرق بين حكومة سواك وحكومة سواق؟